كنتواجدوا في مدينه المحمديه. هذا الصرح هذا اللي هو قدامنا، هذا الصرح هذا اللي تهضر فيه المال العام بواحد الشكل يعني لا مسؤول، باش نبني واحد البنايه ولا نبني واحد المرفق، سواء كان غادي يكون في صالح ديال المدينه او لا في صالح ديال المواطنين ديال ساكنه المدينه، وما يخدمش ونجيو من وراها ونلقاو على ان هذا الصرح هذا كيحوط به الباعه المتجولون، كنلقاو على ان السوق البلدي ديال العاليه في المحمديه حتى هو كيعج بالباعة المتجولين ويعني ذوك الناس العشوائيه بالمفهوم ديالها الحقيقي. وحنا عندنا واحد الصرح اللي تقريبا واحد 5 سنوات دابا هادي، وهو على هذا الوقف وعلى هذه الحاله هادي تهضر فيه المال كثير ماشي قليل. راسلنا عدد من الجهات، راسلنا الجماعه، راسلنا العماله، راسلنا الولايه، راسلنا جميع المتداخلين اللي غيقدروا يعطيونا جواب مقنع ومرضي على الهضر ديال المال العام. اسف شديد ما تلقينا حتى شي جواب، للاسف شديد حتى واحد ما طبق الخطاب الملكي ديال الجديه. سيدنا الله ينصرو خطب في الامه وطلب من المسؤولين على ان تكون عندهم جديه، طلب من الفاعليات ديال المجتمع المدني على ان تكون الجديه وتكون المسؤوليه. هنا كنلقاو على ان هاد الناس هادو يغردون في سرب اخر من غير السرب اللي حنا كنغردوا فيه كاملين. المشكل حتى التكلفه ديالو كنسولوا يعني غياب المعلومه، البانون اللي غادي يفسر لينا ويقول لنا شكون هي الجهه المكلفه وشكون هو صاحب المشروع وشحال التكلفه ديالو وشحال، ما كاينش. قلبنا تعينا، حاولنا نتواصلوا معاهم باش يعطيونا معلومات كافيه على هذا الصرح هذا اللي حنا للاسف شديد في حاجه ماسه ليه في مدينه المحمديه. إذا درتوا في الشوارع والأزقة ديال مدينة المحمدية غتلقى الباعة المتجولون، إذا دخلتوا لداخل ديال السوق البلدي غتلقاو الباعة المتجولون، وهذا الصرح هذا هنا واقف حابس ما خدامش، ضاع فيه المال العام. منين ما بغى يجي هذا المال العام شحال ما بغى تكون القيمة ديالو؟ عطيونا واحد التفسير، عطيونا واحد التوضيح باش نعرفوا هذا المال العام هذا علاش تهضر هنا بهالطريقة. إذا كانت عملية حسابية ديال ولا 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 صراعات ديال سياسية أو لا حسابات سياسية، حنا لا دخل لنا كمواطنين، حنا محتاجين لهذه المسائل هذه نخدموا بها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.